السلام عليكم. اليوم عندنا شرح طريقة عمل أبل آي دي أو حساب أب ستور عن طريق الحاسبة بدون رقم هاتف. تعالوا نتعلم الطريقة سوا. بالبداية أفتح المتصفح، أكتب outlook.com، أضغط على Enter، أنطي Create Free Account. لنفرض نكتب أكواد 20، انطي نيكست، حط باسورد. انا الباسورد هذا امامكم، راح اخلي اي 10 10 20 20 ات دولار 10. سخر الباسورد، انطي نيكست، الاسم اكواد، الباسورد اكواد، انطي نيكست. اوكي عراق، هنا اخلي اي شهر اي يوم حسب تاريخ الميلاد، واكتب السنة، طي نيكست، ننتظر، انطي نيكست. يقول لي اريد اتأكد انك مو روبوت، اظهر المتشابه، الشغلات المتشابهة اختارها، بس صورة الظاهرة، ها تأكد انه انا مو روبوت. حاليا الحساب كمل، خليه بتكست يس. يقول لي إذا تريد تفتح بالمرة القادمة يحفظ البيانات، خليها محفوظة. نسخها، توجه افتح الايتونز، انتظر الايتونز يفتح. بعد ما افتح تطبيق الايتونز اتوجه للاكاونت، ساين ان، كرييت ا نيو ابل اي دي، بعد هيك راح تفتح عندي صفحة. انتظر، بعد ما فتحت الصفحة اكتب الايميل مالتي والباسورد، هذا الايميل كذلك هذا الباسورد، راح انسخه، كنترول سي كنترول في كنترول في، هنا أنا اوافق على الشروط وانطي كونتينيو. طبعا الباسورد هنا أنا ما اخذه لان ما بي حرف سمول، راح اخلي بس اي بالنهاية، كنترول سي كنترول في كنترول في نيكست، انطي كونتينيو. هنا الاسم بالبداية راح اخلي اكواد، الاسم الثاني اكواد، شهر تختار يوم وشهر باللي عجبك، سنة كذلك باللي عجبك. هنا السؤال الاول تختار الاسئلة حسب اللي تريده، واحفظ الاسئلة يمك. هنا الاسئلة انت عندك اسئلة، اختار السؤال اللي عجبك والجواب مالته وحفظه يمك. انا راح اكتب أكواد، أكواد واحد، السؤال الثاني راح أختار الجوب، أكواد اثنين، وهنا السؤال الثالث راح أختار الميت، وين تقابل الوالدان، كذلك الأكواد. مثل ما اتفقنا الأسئلة احفظها يمك، أنطي كونتينيو. هنا أنا بعد ما تظهر، بعدها راح تظهر هاي الصفحة، هنا أنا نختار نان. راح اسوي الحساب بدون فيزا ولا ماستر. هنا نكتب ثيرد ستريت، اترك هاي. هنا سانتا مونيكا، هنا كاليفورنيا، هنا الكود مالتهم 90401، هنا الرقم متكون من 3 وهنا 7 ارقام، اي 7 ارقام ماكو مشكله. تنطي كونتينيو، دز كود وين على الحساب مالتي، الايميل اي ايميل استخدمته ما عندي مشكله، راح توصل لك رساله التاكيد. انسخ هذا الكود والصقه هنا كنترول في واسوي له فيريفاي مصادقه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته ويا أصدقائكم ودعم المحتوى بالقلب الأحمر. تحياتي.